معلش ساعات بنحتاج ان احنا السم كارد قد يكون فيه كلمة متكررة زي مثلا اف بي او جي سي اس او اي كلمة، فخلينا نقول له احنا عايزين نعمل فاميلي. اول فاميلي هعملها تبقى انوتيشن عبارة عن جنريك انوتيشن، نكتب فيها اي كلمة احنا عايزينها، وليكن مثلا ممكن تعمل تكست مثلا اهو. التكست ده يكون عبارة عن حرفين مثلا اف بي مثلا اهو. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل فاميلي تانية. الفاميلي التانية دي هتكون ديتيل ايتم لاين بيس او بالشكل دوت، تمام. طيب هبدأ احط الفاميلي ديت، هقول له لوج ان تو بروجكت اند كلوز، واحملها في الفاميلي ديت بالشكل دوت. طيب الفاميلي دي انا عايز اخليها تتكرر، فهقول له انا عايز اعمل اري، اقول له اديك مثلا اول واحدة واخر واحدة مثلا. هيكرروا كم مرة؟ هيكرروا مثلا 3 مرات بالشكل دوت. واجي هنا اقول له من هنا لهنا واقفل ديت، وهنا ده اللينكس، تمام. وده عدد المرات اللي هيكرره، ممكن اعمل له ليبل مثلا نمبر، وده يبقى انستنس. اوكي طيب هقول له حمله في المشروع، عايز تسافر المشروع ده ولا لا؟ خليه يبقى انت بروجكت. دلوقتي هحدد بقى اول نقطة واخر نقطة محمد. ممكن لو انت عايز تكررهم اكتر من مرة تيجي تعمل سيلكت وتحدد النمبر بتاعهم مثلا ب10، يطلع معاك بالشكل ده. طيب انا عايز يبقى فيه خط كده يقطع. طيب هقول له ايه فاميلي، وهبدأ ارسم خط كرييت لاين، اقول له الخط ده من هنا لهنا، واقفل على الخط دوت. واقفل على الخط دوت برضو بنفس الشكل دوت، والتكست دوت هيقطع مع الخط دوت. قول له انتو بروجكت، وقول له اوكي، وقول له لا اهوت. ففي خط اهوت وعند الكلمة هيبدأ يقطع، وفي أي لحظة تقدر تمد الخط ده زي ما انت عايز.